ميدان آخر تتحرك فيه دولة قطر لمواجهة الحصار الجائر الذي مضى عليه أكثر من عام. القضاء الدولي سيكون الفاصل بعد أن تبخرت على ما يبدو احتمالات التسوية السياسية حتى هذه اللحظة، وهو ما دفع قطر لمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بعد أن وثقت آلاف الشكاوي لانتهاكات مختلفة على مدار عام مضى من الحصار. قامت دولة قطر اليوم بالتقدم بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وكلا الدولتين، دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وقعتا على هذه الاتفاقية، وبموجب هذا التوقيع فإن كلا الدولتين خضعتان للإجراءات القضائية لهذه المحكمة. الشكوى القطرية تشير إلى دور الإمارات بقيادة إجراءات تعسفية تجاه القطريين، حيث أغلقت أبوظبي مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، ووثقت كذلك حالات التمييز العنصري ضد الأفراد تمثلت في 1297 حالة انتهاك الحق في التنقل و93 حالة انتهاك الحق في الإقامة و110 حالات انتهاك الحق في العمل و165 حالة انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية و37 حالة انتهاك الحق في الصحة و646 حالة انتهاك الحق في لم شمل الأسرة و1234 حالة انتهاك الحق في الملكية و513 حالة انتهاك الحق في التعليم. الحقيقة أن دولة قطر بدأت هذه الإجراءات مبكرا، ومنذ اليوم الأول قالت دولة قطر بأنها لن تألو جهدا في المحافظة على حقوق مواطنيها، والإجراءات القانونية ماضية منذ ذلك الوقت، لكن كانت تلك الفترة الماضية هي فترة تجميع المعلومات وتجميع الوثائق. وتطالب الدعوة القطرية بأن تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتقديم تعويض كامل للمتضررين. الانتهاكات التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لكن التقدم بالدعوى ضد الإمارات وحدها يعود إلى توقيع كل من قطر والإمارات على المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وتنص على اختصاص محكمة العدل الدولية في البت في هذه النزاعات. دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على البند 22 من هذه الاتفاقية، وعليه يمكن إقامة هذه الدعوة القضائية ضدها، في حين أن السعودية، المملكة العربية السعودية والبحرين لم توافق على هذه المادة. إذن التحرك القطري أمام القضاء الدولي هو تحرك قانوني وحقوقي، ولن يكون بمعزل عن بحث أي حلول دبلوماسية من شأنها إيقاف الانتهاكات المترتبة على الحصار.